السلام عليكم. إذا نحن الآن في صدد دراسة القاعدة الثلاثية، درس من دروس التناسبية. إذا القاعدة الثلاثية هي طريقة حسابية نستعملها في بعض التمارين، بحيث معطيات هذا التمرين تتكون من 3 عناصر، عنصرين متناسبان فيما بينهما، ثم العنصر الثالث يذكر في السؤال ونبحث له عن العنصر الرابع الذي يتناسب معه. يعني عندما أقول عناصر أقصد بذلك أعداد، عددان متناسبان في المعطيات، ثم عدد ثالث في السؤال، والمطلوب هو حساب العدد الثالث الذي يتناسب معه. إذا سنتعرف على ذلك في هذه التمارين. بالنسبة للتمرين الأول، باستعمال 220 كيلوغرام من الزيتون نحصل على 50 لتر من الزيت. ما هي كمية الزيتون اللازمة للحصول على 120 لتر من الزيت؟ إذا هذا النوع من التمارين نستعمل القاعدة الثلاثية لحساب أو لإيجاد الجواب على السؤال. لاحظوا معي هنا في المعطيات 220 كيلوغرام، نستعمل هذه الكمية من الزيتون للحصول على 50 لتر من الزيت. 220 فهي متناسبة مع 50، يعني هذا العدد يعطي هذا العدد. 220 كيلوغرام تعطينا 50 لتر من الزيتون، هذان المعطيان الأولين. ثم لاحظوا هنا معي في المعطى الثالث، ما هي كمية الزيتون اللازمة للحصول على 120 لتر من الزيت؟ إذا 120 لتر هو العدد الثالث، وسنبحث عن كمية الزيتون اللازمة لإنتاج 120 لتر من الزيت. 3 عناصر ونبحث عن العنصر الرابع. إذا هنا نستعمل القاعدة الثلاثية، وكيف ذلك؟ نضع جدول، جدول مكون من 4 خانات وسطران. في السطر الأول للجدول نضع المعطيين الأولين متناسبين، 220 تتناسب مع 50 لتر. هذان العددان بالنسبة ل 220 كيلوغرام من الزيتون تعطينا 50 لتر من الزيت، إذا هنا لدينا تناسب. سنبحث الآن عن العدد الرابع الذي يتناسب مع 120 لتر من الزيت، يعني كمية الزيتون اللازمة لإنتاج أو لاستخلاص 120 لتر من الزيت. لاحظوا معي هنا اللتر، وحدة اللتر تحتها وحدة اللتر، هذا شرط أساسي في القاعدة الثلاثية. نضع الوحدة نفسها في الخانة الثانية، يعني نفس الوحدة. ثم بالنسبة للكيلوغرام، لاحظوا هنا معي، هنا نبحث عن كمية الزيتون بأي وحدة، بالكيلوغرام، كمية الزيتون بالكيلوغرام اللازمة. إذا لإنجاز هذه القاعدة أو لحساب هذه القاعدة نستعمل الطريقة التالية. نأخذ 220 في نضربها في 120، 220 في 120، ثم سنقوم بقسمة العدد المحصل عليه من هذه العملية على 50. كيف ذلك؟ لدينا العددين 220 و 120، عددان متقابلان، ثم كذلك هذان العددان فهما متقابلان. ماذا تعني القاعدة الثلاثية؟ أنني هذا العدد في هذا العدد يساوي هذا العدد في هذا العدد. ولكي نبحث عن هذا العدد نستعمل هذه الطريقة، 220 في 120 نقسم على العدد الثالث 50. 220 في 120 مقسوم على 50، يعني نقوم بعملية الضرب بالنسبة للعددين المتقابلين ونقسم على العدد الثالث الذي ليس له مقابل. إذا هذه العملية سنقوم بها، 220 في 120 قسمة 50. إذا هذا ما قلته الآن، قمنا بقراءته. الآن نحسب
تساوي 26400 قسمة 50. إذن 26400 فهو ناتج هذه العملية. 220 في 120 تساوي 26400. ثم نقسم على العدد 50 تساوي 528. إذن هذه هي كمية الزيتون اللازمة للحصول على 120 لتر من الزيت. إذن الآن أجبنا على السؤال، حصلنا على أو نعم حسبنا، قمنا بحساب كمية الزيتون اللازمة لإنتاج هذه الكمية من الزيت. نمر الآن إلى التمرين الثاني وسنقوم بنفس الطريقة. لإنتاج 7 كيلوغرام من الزبدة يلزمنا 175 لتر من الحليب. لاحظوا معي هنا، هذان العددان متناسبان، هذا العدد يعطينا هذا العدد. 7 كيلوغرام، لإنتاج 7 كيلوغرام من الزبدة يلزمنا 175 لتر من الحليب. الآن سنبحث عن كمية الحليب اللازمة للحصول على 4 كيلوغرام. إذن لاحظوا معي، هذا هو النقطة الثالث. عماذا سنبحث؟ عن الرابع، العدد الرابع الذي يتناسب مع المعطى الثالث، 4 كيلوغرام. إذن لإنتاج 7 كيلوغرام سنحتاج 175 لتر من الحليب. سنرسم جدول تناسبية ثم نقوم بوضع المعطيات الثلاث في هذا الجدول مع ذكر الوحدة تحت الوحدة نفسها. يجب أن نكتب نفس الوحدة في هاتين الخانتين. 7 كيلوغرام تتناسب مع 75 لتر. إذن في هذا السطر نضع العددين المتناسبين المذكوران في المسألة. 7 كيلوغرام تلزمنا لإنتاج أو يلزمنا لإنتاج 7 كيلوغرام من الزبدة 175 لتر. إذن هذا ما قمنا به هنا. ثم نبحث الآن عن الكمية اللازمة لإنتاج 4 كيلوغرام من الزبدة. نفس الشيء سنقوم به كما قمنا في العملية أو في التمرين السابق. 175 يتقابل مع العدد 4، هذان العددان متقابلان، ثم هذا العدد يتقابل مع هذا العدد الغير مذكور، يعني الذي سنبحث عنه. 175 في 4 أو 4 في 175 ونقسم على العدد 7، عملية الضرب بالنسبة للعددان المتقابلان ونقسم على العدد الثالث. إذا هذا ما قمنا به، 4 في 175 قسمة العدد 7 تساوي، إذا ناتج العملية 475 في 175 هو العدد 700، ثم نقسم على العدد 7 تساوي 100. إذا كمية الحليب اللازمة لإنتاج أو لاستخلاص 4 كيلوغرام من الزبدة هي 100 لتر من الحليب. إذا أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم القاعدة الثلاثية. إذا هي طريقة حسابية نستعملها في هذا النوع من التمارين.